وما زالت النضال ديالهم. 25 ألف إطار اللي تم تكوينهم السنتين الماضيتين أين هم الآن؟ هم في الشارع. إذن هذه مخططات فاشلة. اللي بغيت نشير لها أنا هو أن الدولة تريد القضاء على هذا الاسم هذا ديال الأستاذ المنسق ديال عضو المكتب التنفيذي السي نور الدين العثماني، وقال بأنه يعني وحنا كنتحفظوا على هذه المسألة هذه اللي ضرات الأساتذة المتعاقدين بزاف، كنقولوا لهم بأننا لا نشتغل في ضيعة أحد، حنا ما كنشتغلوا في الضيعة ديال حتى شي واحد، هذا حقنا في هذا الوطن وهذا حق الشعب المغربي. فمني كيخرج أدر دور وكيقول ليه إلا بغيتوا شي خدمة أخرى تكونوا فيها موظفين سيروا قلبوا عليها، أو لا مني كيخرج المدير ديال الموارد البشرية السيد تيجيني وكيقول بأن إلا بغاو يوقفوا يوقفوا واللي بغاو يديروها يديروها. نحن لسنا في ضيعة أحد، احنا ما خدميش عند أدر دور وما خدميش عند تيجيني وما خدميش عند مزازي وما خدمين حتى شي واحد، هذا حقنا وسننتزعه بقوة وبالنضالات ديالنا في الشارع، وحتى شي واحد ما عنده الحق يخاطبنا بهذا الخطاب، لأن بحالي بحال المصم، نحن أبناء وطن واحد وأبناء الشعب، أبناء الطبقة الكادحة الفقيرة. إذا احنا كنقولوا للأدردور وكنقولوا تجيني وكنقولوا لمن سولت له نفسه أنه يحسبنا في ضيعة أحد منهم أنه يسحب هذا الكلام، هذه العشوائية اللي كيخرجوا بها هاد الناس خصهم يعيدون النظر في خرجاتهم الإعلامية. فكفاكم عبثا بالإنسان، ما نعودوش نكرسوا اللاشين السنسلة ديال العبد والفقير السيد ومولاه. فلا يمكن أن نتنازل عن هذا الحق القانوني المشروع، وأننا سنناضل من أجله وسننزل إلى الشارع وسنقول لهم بصوت عالي بارك من الحجرة، كفانا من الحجرة، بارك من الحجرة.